اهلا وسهلا، انا اسمي انعام ايليا، وهالشاب الالماني اسمه يورغن هاندكه، استاذ اللغات بالجامعه. اهلا بكم، اسمي يورغن واتكلم اللغه الالمانيه. Ich grüße euch. انا والاستاذ مع بعض بدنا نعلمكن لفظ اللغه الالمانيه. انا قول نقدر نعلمن ولا استاذ هاندكه؟ Kein Problem. Ich spreche zwar nur etwas Arabisch, kann euch aber bestimmt gut beim Erlernen der deutschen Aussprache helfen. Dann اشرح لكم كل شيء بالعربي ومن الاستاذ ما تشوفوا غير التم. هيك تقدرون تشوفون شلون الاحرف ينلفظون. وشو بدكم تتعلمون؟ والمهم بدنا نحضر لكم فيديوهات قصار، وفي هالفيديوهات تتعلمون شلون كل صوت او حرف ينلفظ بالالماني، وطبعا تنشوف من البدايه اذا هالصوت او حرف يجي بالعربي كمان. في احرف بالالماني نعرفن من العربي كمان، هالاحرف ما في لنا صعوبه، بس طبعا في احرف واصوات ما تعرفون وهذه بدنا نعلمكن. شوفوا مثلا الحرف الاو بالالماني وهيك تقريبا بدنا نعلمكن كل احرف ولفظن. وبشان ما يكون كتير صعب عليكن، حضرنا كل فيديوهات في دورة دراسية ودروس مشكلين من السهل إلى الصعب. إن شاء الله عجبتكن هالفكرة. إذا إيه، سجلوا حالكن لأنه الأستاذ وأنا من هلا كتير مبسوطين عليكن. أوكي، باي باي وإلى مرة الجاي. Tschüss, bis bald.